مثلا بيكون في عندك ست مثلا بتحكيك انا بدي ازرع في بيتي او في حديقة منزلي جزء من ابصال الليليوم او ابصال التوليب، موسمها عنا يعني بصير بشهر 12 بتم زراعة هاي الأبصال في ديسمبر يعني عشان نعم تكون. ديسمبر. ففي ديسمبر إحنا لما بنزرع هاي الأبصال هو فصل الشتاء مظبوط يعني صحيح تأخذ البرودة الكافية إلها تحت التربة، لأن التربة بتكون شوي يعني بالليل بتنزل درجات حرارتها متمسكة بعدين شوي شوي بتبلش يعني تزهر في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا ونورتونا كالعادة في جلستنا الأسبوعية الجميلة جدا والمعتادة في قهوة الصباح كالعادة. نستضيف ويشرفنا أحد الأصدقاء يشاركنا ببحر وعلم من معرفته ويكرمنا حقيقة بعطائه لهذا المجتمع. طبعا تحضرون اليوم نادي صباحات الجمعة اللي هو المسجل تحت منصة هاوي برنامج جودة الحياة 2030. ندير هذا النادي بنشاطاته المختلفة ونشاطات معرفية حقيقة هدفها إثراء المحتوى العربي وكذلك الإنجليزي لنشارك معلومة جيدة للمجتمع ومعرفية. في عادة الجلسة نعرف عن نفسنا تعريف بسيط، نرجع للضيف يعرفنا عن شخص الكريم وتأخذنا في رحلة الصباح اليوم. أنا عبد الرحمن حسين، أعمل مهندس كيميائي وأعمل كمدير عام للنشاطات التجارية في أحد شركات البتروكيماويات، وأهلا وسهلا بكم بشمهندس رزان، عارفين عن شخصك الكريم. أول شيء بحب أشكركم على الاستضافة الحلوة. أنا مهندس رزان، مهندس زراعية، أعمل في مجال الأسمدة والمبيدات، تحديدا في قسم التسجيل، تسجيل الأسمدة والمبيدات والريجيوتيلري. درست هندسة زراعية تخصص دقيق بستنة ومحاصيل أو يسمى إنتاج نباتي. اليوم رح نحكي شوي عن نباتات الزينة، لأنه يعني هي النباتات أو علم النبات يعني شيء واسع جدا، فاللي بيحتاجه المجتمع يمكن شيء بسيط صحيح، علشان خلينا نحكي انه يكون في دائرة معرفتهم، خصوصا صحيح. اللي بيكونوا في يعني بيكونوا ما بي عندهم باك جراوند كثير كبير عن موضوع النباتات. صحيح صحيح. فحنبلش اليوم نحكي، ممكن يكون في مواضيع اخرى نتناقش فيها فيما يخص النباتات او يعني علم النبات بشكل عام صحيح. لكن اليوم رح نحكي عن نباتات الزينة طبعا النباتات الطبيعية الزينة علشان يكون ايوه النباتات إيه؟ طبعا اللي هي جاية اصلا من يعني اي كائنات حية موجودة على الكرة الارضية مقسمة لممالك، من ضمنها مملكة النباتية، المملكة الحيوانية والفطريات والبدائيات صحيح. فاليوم كانت يعني حديثنا حيكون في المملكة النباتية في قسم نباتات الزينة، رح ندخل في كثير كذا محور، نعرف ايش يعني نباتات زينة وكيف بتتصنف نباتات الزينة، وفي عنا نوعين أو مدناش نحكي نوعين يعني ككايند، لا يعني عنا تصنيف مشهور إنه نباتات الزينة الداخلية ونباتات مزبوط. الزينة الخارجية صحيح. رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل طفيف، وإيش النباتات الزينة اللي ممكن نربيها في السعودية، ونهاية كيف نقدم الرعاية الصحيحة لنبات الزينة صحيح. أو للنبات يعني اللي إحنا عم نعتني فيه صحيح. قد يكون نبات الزينة يعني نبات مستخدم لاستخدامات مهمة يعني، بس إحنا بنشوف فيه ذات الطابع الجمالي صحيح. بداية إذا بدنا نحكي عن نباتات الزينة، هي النباتات اللي بتم زراعتها لغايات الجمال أو لغايات إعطاء منظر جمالي للمكان، وغالبا هاي بتكون في المنازل والحدائق، وقد يكون يتم زراعتها في مداخل يعني مو شرط انها تكون مزروعة في الارض، قد يتم زراعتها في نوع من البوتس او القصص زي ما بيحكوا او القوارير او القوارات الحاويات الصغيرة اللي لها زي سمول كونتينرز يعني. طبعا بتشمل طيف واسع نباتات الزينة، في منها النباتات المزهرة، في الشربس، في اللي هي شجيرات، وفي الأشجار، وفي الأعشاب
هذا حندخل عليه شوي بالتصنيف بعد شوي. بس في إلها يعني مهمة جميلة يعني لنباتات الزينة، إنها بتعطينا أطفاء نوع من الراحة النفسية للمكان اللي بندخل فيه. غالباً إذا إحنا بندخل على مكان فيه نوع من الخضار فبتحس في راحة نفسية جميلة، عدا عن فوائد أخرى رح نتطرق إلها إن شاء الله صحيح. في حديثنا زي ما حكينا إنه نباتات الزينة في إلها طيف واسع من النباتات صحيح. بدنا ندخل في أول إشي اللي هو الكات فلاور أو زهور القطف. زهور القطف زي الورد الجوري، القرنفل، الأقحوان، الليليوم، التوليب، وفي هذه مزهرة صح؟ نعم هي هي هاي يعني كيف بتم زرع، يعني بتم هاي زرعها لغايات أزهار القطف. يعني اليوم في عنا مثلا كثير محلات فلاور صحيح بتقدم يعني أزهار طبيعية صحيح. هلأ الأزهار قد تكون ورود أو أزهار، يعني هي يعني ما وصلت لمرحلة البدس الكامل كيصير، بس بيكون زهرة صحيح. تمام لو بسموه بلوم يعني بلومينج يعني مو فلاورينج تمام. فبعدين بيكون في عنا مزارع متخصصة سواء في يعني في الوطن العربي أو حتى ممكن استيراد هاي الورود من أوروبا، أوروبا هولندا تحديدا صحيح. حسب نوع الوردة، لأنه في أزهار ما بتنمو عنا فبيتم استيرادها من الخارج غالبا هولندا. هذه تتكلمين على الليليوم الكاتس فلاور هلأ في من صرف من ضمن الروز العادي. الروز العادي في يعني في نوعين من يعني عادي ممكن انك تجيب الروز التجاري هو بيكون مش ذو رائحة يعني صحيح. هو فقط شكل جمالية اما مثلا الروز اللي له رائحة او احنا بنسميه الجوري البلدي بتحس انه في له ريحة مميزة بتم زراعته في الوطن العربي في كتير. بس علشان يصير الموضوع تجاري اكثر صحيح. بتم زراعته بالضبط، فبتم زراعته في يعني بالبيوت البلاستيكية أو بالصوب الزراعية صحيح. أو حتى في جرين هاوسز معدل يعني لكل إشي علشان يعني أتموسفيريك فيه معدل وكمان يعني يوصلون لكميات ضخمة طبعا حسب لأنه السحب يعني بيكون عالي في الكت فلاور وصل لأنه هي بالنهاية هذا الموضوع تجاري وعلى اللونج تيرم بيكون يعني الشلف لايف لهاي الوردة لازم يكون محافظ عليها عشان يعني في طرق حفاظ يعني اللي هو بعد القطف قصدك بعد القطف نعم. يعني انت اليوم عشان توصلك مثلا قطفة ورود ممكن يكون القطفة مبارح، فعشان تبقى بالفريشنس تبعتها بيكون في عندها بري هارفست او مسميه عمليات مع بعض الحصاد عشان توصل لإلك بالطريقه الجميله او حتى تكون لسه يعني اخذه نعم يعني شكلها الطبيعي او شكلها الفريش الفريش يعني بيسيكلي. حتى الورود اللي بتكون جايه من هولندا زي التوليب وبعض انواع الليليومز اللي ما بتنزرع مثلا في بلدنا او ما بتتحمل في وطننا العربي درجات الحرارة المتقلبة صح. واللي تصل إلى حرارة عالية أكثر إن هي عشان نزرع هاي هاي التوليبز مثلاً هو عبارة عن أبصال أو يعني بتكون أبصال فبتحتاج درجات حرارة برودة كثير كبيرة علشان توصل للإزهار صحيح. فهي فالدول الأوروبية وخاصة الدول اللي فيها درجات حرارة منخفضة بتكون أماكن مؤهلة لزراعة هاي الأشتال. طبعاً ما بيمنع إنه نحن نزرعها طبعاً طريقة إنه نعرضها لدرجات حرارة منخفضة بعدين إنه نزرعها غالباً بس ممكن يكون مكلف علشان كذا ما بالضبط إذا كانت لغايات مثلاً تجارية حتكون مكلفة علينا. أتوقع كذلك في يعني في إنتاج ضخم في دول أفريقية زي كينيا وهذه صحيح مثلاً بيكون في عندك ست مثلاً بتحكيك أنا بدي أزرع في بيتي أو في حديقة منزلي جزء من أبصال الليليوم أو أبصال التوليب موسمها عنا يعني بتصير بشهر 12 بتم زراعة هاي الأبصال في ديسمبر يعني عشان نعم ديسمبر. ففي ديسمبر إحنا لما بنزرع هاي الأبصال هو فصل الشتاء مزبوط يعني صحيح تأخذ البرودة الكافية إلها تحت التربة لأن التربة بتكون شوي يعني بالليل بتنزل درجات حرارتها متمسكة بعدين شوي شوي بتبلش يعني تزهر في الربيع صحيح. هي للأسف يعني الشلف لايف تبعها كتير قليل بس ممكن نستفيد من الأبصال مرة أخرى بعد ما تخلص دورة حياة الزهرة إنه نأخذ هاي الأبصال نشيلها من التربة مرة ثانية نحطها في
أكياس ونرجعها على الفريزر عندنا في البيت، نقدر نرجع نزرعها مرة ثانية. يعني قصدك إنه كتجميد وبعدها تروح مثلا تزرع مرة ثانية؟ بالضبط. يعني الأبصال قادرة إنه نزرعها أكثر من مرة، وفي عندنا أبصال إذا ظلت أصلا جوا التربة ممكن تطلع في كل موسم، زي النرجس يعني مشهور عندنا كثير، إنه بنزرع يعني إذا بتزرع النرجس ممكن يصير الإزهار في فصل الربيع، بس أصلا أبصال النرجس أوريدي موجودة عندنا. صحيح. الجراسز، الأورنيمنتال جراسز بتستخدم يعني لعمل مساحات خضراء. طبعا هي بتختلف عن اللون يعني عشان نحكي، هي ما مش المسطحات الخضراء، هي عبارة عن جراس أو عشب أو شربس، مثلا البزروميا، ما بعرف إذا موجودة بالسعودية لسه ما شفتها، بس هي تستخدم للأسيجة كثير. ما نشوف يعني مشهور عندنا مثلا احنا في الاردن قد يكون سور المنزل يعني ارتفاع منخفض ويكتمل من الاعلى بسور عشبي. فهاي الاسوار يعني اللي هي بيعملوا باسمها هيتشز او اسوار، مزبوطة. بتكون تتعامل معها بالجراسز اللي هم اورنمنتال جراسز، فمنها البزروميا. البزروميا هي تقدر تشكلها بالطريقة اللي انت بتحبها، بتقدر تعملها مربعة بالطول اللي انت محتاجه. صحيح. كل مرة بس بدك تسوي يعني عمليات الصيانة او عمليات التقليم والترتيب. صحيح. لهاي النبتة بتطلع بتشكيل رائع. من الجراسز اللي بنقدر نحكي الروزماري. هلأ ممكن كلكم تحكوا انه ليش احنا نحكي الروزماري، انه ممكن يخطر على بالنا انه هو عبارة عن مثلا نوع من انواع النباتات ممكن تستخدم كبهارات او كمكملات يعني للمطيبات للطعام. هي بنفس الوقت الروزماري كمان يستخدم كهيتشز، اذا بنفوت على بيوت بيكون مداخل. ايه صحيح. فبيكون ممكن يعمل زي اسيجه قصيره، لانه هو ما بيصير ارتفاعه اكثر من 50 سنتي، فبيكون في عندنا اسيجه قصيره والروزماري كمداخل يعني بالضبط في المداخل في الممرات تبعت الحديقه. غالبا بيكون الناس عم بيعملوا حدائقهم يعني فيها ممرات، ففي هاي الهيتشز اللي بتكون على الممرات هي بتكون مثلا الروزماري حلو. لا في عندنا كمان الجاريبيرا ممكن تكون وحده، هي نوع من انواع الصنوبريات بس زاحفه، فبتاخذ شكل الشربس او بتاخذ شكل الشجيره. هاي ممكن تكون كيف يصير شكلها هذه؟ يعني هي ما بتطلع، ما بتنمو بشكل عمودي، متسلقة نوعاً ولا متسلقة، هي متفرشة فعلاً. بتكون بشكل زاحف يعني. أوكي. كمان في عنا من الجراسز ممكن يكون الريحان أو الحبق، شجيرة كمان. هذه تعتبر يعني مزهرة ولا هي نستخدم فيها بس الفويليج أو الورق اللي تبعها، لأنه هي لما توصل لمرحلة الإزهار هي هيك بتكون وصلت لمرحلة الشيخوخة أو النضوج. فإذا إحنا يعني فما بتكون يعني ما بنستفيد، بس هي هاي فيها روائح طيبة قد نستخدمها في البيوت أو في التنسيق يعني. يعني في طريقتين يعني، تاخذها في الطريقة العلمية تبعتها أو العملية تبعتها إن هي الرائحة الطيبة أو المطيبات في الطعام في الشراب، أو الجهة الثانية الصورة الجمالية والرائحة الطيبة لما أنت تفوت في مكان يعني معين. كمان في عنا المسطحات الخضراء اللي احنا بنسميها لون جراس، هي أعشاب زاحفة مشهور منها الثيل اللي معروف أصلا يعني، أو النجيل احنا بنحكي اللي زي كذا بس نكون نعم بس طبيعي. ايه طبيعي. في منه كمان في هذا النوع يتبع إلى النجيليات، رتبة النجيليات هي يعني زي هي أحادي يعني أحادية الفلقة، وبتنمو يعني رفيعة الأوراق. في نوع من مش ما شفته بالسعودية بس احنا بالأردن نستخدمه، هو يتبع لعائلة الكلوفر أو البرسيم، بس هو برسيم جمالي يعني ما بتاكل يعني مو للفيدز، بس ممكن إنه نستخدمه فقط للجمال. بتكون عبارة عن ورقة البذرة تبعته يعني ثنائية الفلقة، والأوراق تبعته عريضة الأوراق.
في عنا ممكن إنه نعمل بالمسطحات الخضراء مزيج بين هدول النوعين علشان الخدمة اللي بيحتاجها النجيل الثيلي الطبيعي بتكون أصعب شوي، هو بيحتاج مي كثير وبيحتاج قص دائم، يبغى له رعاية يعني رعاية أعلى. بس بالمقابل النوع الثاني ما بيكون بيحتاج واضح هاي النوعية من الرعاية، خصوصا القص أو الحش زي ما عم نحكي. فاهم عليك. بيهتموا في نباتات الزينة الداخلية تحديدا، الطبيعية الداخلية. اي صحيح بالضبط. نباتات الزينة الداخلية ممكن زراعتها داخل المنزل وهي بتتحمل الظروف اللي جوا البيت، واحنا بناخذها كديكور او لاطفاء نوع من الراحه النفسيه الغير موجود. صحيح. مع كثره البنيان العمراني اللي عم بيصير معنا وحوالينا والضجه اللي عم بتصير في حوالين الاشخاص، احنا عم نكون محتاجين لمساحه خضراء يعني لو صغيره. صحيح. فمنتجه لزراعة نباتات الزينة الداخلية. نباتات تستطيع طبعاً هاي النباتات إنها تنمو وحتى تعمل أزهار ضمن ظروف المنزل. طبعاً إحنا ممكن نساعدها إنه مثلاً نوفر لها الإضاءة المناسبة، كونه مثلاً إحنا ما عنا إضاءة جيدة من الخارج، بس النباتات يعني تحتاج فقط إلى الإضاءة. فممكن نستخدم لوتس سبوت لايت مثلاً لحد 40,000 واط. مو شرط الإضاءة الشمسية يعني، مو طاقة غالباً الشمسية. بس الإضاءة البيضاء هي الأحسن من الإضاءة الصفراء. يعني لو أنت عندك أباجورة وحطيت فيها لامب 40,000 واط ولونها أبيض وحطيتها على نباتاتك، يعني بنسبة 3 ساعات في اليوم أو 4 ساعات كافية إنها النباتات تعمل عملية البناء الضوئي اللي بتقوم فيها. وفي لأنه كثير نباتات ما بتحتاج الإضاءة المباشرة، هاي كمان كثير كويسة إنه نزرعها جوا بيوتنا. أكثر إشي مشهور للزراعة يعني جوا البيوت البوتس، وأتوقع كل حدا اللي إحنا بنسميه البوتس هو طبعاً يمكن شكله معتاد، بس هو متسلق يعتبر. نعم، هو أحد النباتات تقدر إنك تسلقه. يعني أنا تسلقه على الجدار، هو بحب يطلع أو ممكن يفرش. يعني في يعني يتدلى، ممكن أنت تزرعه في بوت وتعلقه في نص. صحيح. البيت، فممكن يعمل لك تدلي. صحيح. إذا على الترس أو هيك. ايه يعني مزبوط. أو في الجازيبو تبعتك، يعني حسب إيش ممكن تعلقه، أو ممكن تحطه. ممكن صورها نشاركها مع الأصدقاء عشان يتوضح. أكيد. يعني رح أبعث لكم صور نشوف كيف أشكال البوتس. والبوتس بصراحة سريع، يعني في أسهل نبتة ممكن أي بني آدم مو متعود على زراعة يبلش فيها. ما تأخذ يعني ما بتأخذ وقت وما تحتاج رعاية كبيرة. أيوة، ما بتحتاج رعاية وبتتحمل ظروفنا الجوية في الرياض، يعني تحديدا بتعيش ببيوتنا، بتتحمل تيارات الهواء الباردة اللي بتطلع من مكيفاتنا. بس فهي تاني من النباتات اسمه سبايدر. السبايدر كمان كثير سهلة، أو راخي دلاله إحنا بنسميه. هو اسمه سبايدر بلانت، هو عبارة عن أوراق بيكون فيها بالنص خط أبيض أو وهي خضراء أو كلها أخضر. وليش اسمها سبايدر؟ عشان هي بنوع من أنواع تكاثرها في عندها تكاثر هوائي، يعني هي ما بتحتاج لا تربة ولا مي علشان يعني تتكاثر، يعني تطلع خلفات خلينا نسميها. فهي بتطلع زي سيخ، وهذا السيخ فيه بنهايته مجموعة زي السبايدر شكله، يعني مجموعة ورقية صغيرة زي السبايدر. بإمكانك أنت هاي المجموعة الورقية تأخذها وتزرعها في تربة تانية، فأنت حيصير عندك already pots تاني، أو أنك تخليها فبتعطيك منظر التدلي. فعشان هيك إحنا مسمينه راخي دلاله أو مدل، يعني مدلل حاله يعني، فهو متدلل. يعني في كمان عندنا أوراق الصالون، هدول كتير أشياء سهلة عشان أنا عم بعطيكم اسمهم. أوراق الصالون هي عبارة عن ورق أبيض، ورق أخضر. قد يكون فقط، يعني كيف بدي احكي لكم، شفتوا اوراق الذره؟ يعني نبته الذره هو شبه اوراق. نبته الذره هو عباره عن ابصال بتطلع منها فقط اوراق خضراء، وبتعيش لاوقات كثير كبيره، اوقات كثير طويله، وسهله العنايه، ما بتحتاج كثير عنايات.
الإشي الثاني اللي ممكن نزرعه في السعودية تحديدا وإله فوائد كثير والبنات رح يحبوه، اللي هي الألوفيرا. طبعا الألوفيرا عبارة عن نبتة عصارية لا تتبع للصباريات، عشان نكون إحنا نعرف، لأنه في عندنا ناس بيفكروها صباريات. الألوفيرا عبارة عن نبتة عصارية، موطنها الأصلي شبه الجزيرة العربية. فواحدة كتير وهي كتير مهمة بتعمل. أنت كنت ذكرتي الدرسينة، قصدك اللي كان الدرسينة؟ لا، هذيك الدرسينة اللي هي اللي هي نخيل الصالون أو نخيل المكاتب. لا مش نفس، رح برضو أشارك معكم أوراق الصالون. الدرسينة عبارة عن نبتة بتكون، لأن كذلك ذيك تقاوم كثير يعني. طبعاً لسه كنت حاحكيها، موجودة عندي في النوت. الدرسينة عبارة عن نبتة شبه النخيل يعني، أو شبه النخلة الصغيرة يعني. قد يكون إنه في منها كمان أشكال، في درسينة ذات أوراق عريضة زي ما حكى المهندس، تستخدم أصلاً يعني كمان في تنسيق الأزهار، يعني بيستخدموها زي فويليج، الورق اللي بنشوفه في خلف البوكي تبع الورد، غالباً بيكون أوراق درسينة عريضة. في عنا درسينة رفيعة تشبه النخل. تمام، نرجع لموضوع الألوفيرا عشان هو موضوع هيك كثير مهم والبنات رح يحبوه حتى الشباب. الألوفيرا فيها سهل إنه نحن نعتني فيها، ما بدها سقاية دائماً، نسقيها كل شهر لأنه هي مادة عصارية. صحيح. ممكن إنه نستخدم قطع الألوفيرا لاستخراج الجل اللي موجود فيها، نستخدمه في كثير أشياء، منها أشياء تجميلية قد يستخدم كماسكات أو كمشروب يعني نحطه مع مي أو شيء ونشربه، أو ممكن يستخدم للهيلينج تبع الجروح أو الإصابات يعني اللي إحنا مصابين فيها وعندنا فيها ندب، بيكون علاج طبيعي. طبعاً علشان نعرف كيف نستخرج هذا الجل الموجود بالألوفيرا، إحنا نعمل قطع، بناخذ قطع يعني جزء من ساق الألوفيرا، هي سيقان متحورة. فإحنا بناخذ هذا الجزء، في تحت عصارة صفراء، هاي العصارة الصفراء فيها يعني سمية، فلازم نخلي هذا الساق جوا كأس أو إشي لحد ما تتصفى كل العصارة الصفراء، لأنه ما بدنا هاي العصارة الصفراء بالضبط يعني تختلط مع الجل اللي صالح للاستخدام. بعدين بنقص الأطراف اللي هي زي شبه الأشواك، بعدين بنطلع الجل اللي موجود في الداخل، ممكن على الميكسر بعدين نصفيه ونقدر نستخدمه. في كمان عندنا لاكي بامبو، كثير الناس بيحبوا بس كنت بقول لك عليه. ايوه، لانه في عندنا معتقدات يعني اجت انه قد يجلب الحظ، فعشان هيك اسمه لاكي بامبو. بالله وصى عليها الاستاذ. اهلا. بجيب المال. في عندنا على فكره شجره عسيره المال، في شجره اسمها بشيره، وتسمى في اماكن اخرى شجره المال، يقال انه ما نحتفظ بها في يعني في مكتبه او في منزله قد يعني تجلب له المال. حرسل لكم ان شاء الله. الزامية عبارة عن أبصال سهلة التربية في المكاتب وفي البيوت، بتجلب المال. والله بتأخذ ما بعرف صديقة بشيرة. بس البشيرة أنا بعرف. البشيرة كيف شكلها؟ هي أوراق هيك وعندها ساق. هلا في نوع من انواع التربيه يعني عشان انتم تكونوا في تربيه جماليه، يعني احنا اليوم وصلت فينا يعني بعض المشاتل انها تربي النبته، ممكن تشوفي انت اغصان على شكل ضفيره. صح. فانت ما هي النبته ما نمت هيك، مستحيل انها تنمو. أيوة. حتى في البامبو واضح يعني، مثلا يقول لك اذا شفت تعرجات هذه واضح انها جماليه زي ما تفضلتي. بالضبط. فهم يعني اخذوها بهذا. وان هي صغيره مثلا بجيبوا ثلاث نبتات بشيره جنب بعض، او حتى مثلا الفيكس بانجيمانا معروفه كثير بالتشكيل لانه بتكون غضه، فكل مره بيجي العامل او المزارع بيضفر، كل ما تكبر بيضفر لحد ما تصير هاردنس كويسة وبقدر يطلعوها ويبيعوها. كذلك البامبو، إذا إحنا بنشوف بالبامبو باللاكي بامبو في آخره في عنا عقد كذا معقود بواكس عشان ما تكبر أكتر من هيك،
لدرجة إنه النبات لما يمارس نشاطه الطبيعي في أي بيت حتشوفه، حتشوفه البامبو بلش يرجع يطلع، يعني صحيح. الورق البامبو حيرجع يطلع لفوق لأنه هو هذا الطبيعي إنه ينمو هيك، بس الشكل اللي إحنا شايفينه هذا شكل نوع من أنواع التربية داخل ال من تجربة شخصية. شكرا جزيلا بشمهندس. يمكن من تجربة شخصية البامبو هو الأكثر يعني معيشا بدون يعني على رغم، بس هي يمكن عاملين زي ما تفضلت، يمكن الضوء ودرجة حرارة يعني مناسبة، درجة حرارة الغرفة يمكن ما تتجاوز 25 أو 22 يعني كنترولد، توقع بتعيش يعني سنين. صحيح. وحتى مائية ترى ما في لا تربة ولا هم يحزنون. البامبو بحب يعيش وين مكان، سريع التأقلم بأي مكان، بتلاقيه في حتى إذا بتروحي مثلا على أي مستنقع هتلاقي فيه بامبو طالع، ما بتعرفي، مش بديش احكي مستنقع يعني، كيف بدي احكي بحيره صغيره يعني. احنا مثلا في الاردن بنكون مثلا في منطقه الاغوار، بيكون مثلا واحد زارع عنده مزرعه، بس عنده حد يعني بركه لتزويد، بتلاقي البامبو طالع حوالين البركه تبعت السقايه، يعني هو فظيع البامبو، سهل انه يعيش ويمشي في اي مكان. من مجموعة الفيكس اللي هي نبات المطاط، هذا كتير سهل، احنا بالأردن بنسميه كاوتشوكس، نفسه مطاط يعني ما بعرف، بس هو نفسه الفيكس، فيكس باندا، فيكس بنجيمانا. في عندنا نباتات ممكن تكون جوا المكتب واحنا ننبسط فيها، بتكون يعني هي ما اسمها بونساي، هي مربية على طريقة البونساي. البونساي هي طريقة تربية يابانية، بيربوا النبتة بحيث انها تبقى يعني انت تفكريها صغيرة، حجم مقزم وكذا، بس بيكون عمر هاي النبتة قد يصل الى مئات السنين. هلا منتشر اكثر شيء هي شكلها قزم يعني، يمكن بس عشان اوضح الصورة، دائما تلقاه في المكاتب كذا قزم وصغير كذا يمشي. على فكرة البوتس هناك. ايوه شفتها. النبتة تربية البونساي هي تربية إنه بتكون مركبة على على سيقان، هي نفسها نبتة عادية مشهورة في الوطن العربي أكثر إشي الفيكس بانجيما، بس بيكون الساق تبعها مقزم. أما التركيبة فوق بتكون مركب عليها عبارة عن تركيب نباتات طبيعي، بيكون من فوق آخر شيء وبتحمل كل شيء بنقدر نحطه في غرفة المعيشة أو هاي، اللي هو الصبار. الصباريات بتاخد عنا وقت طويل وبنتتحمل كتير، وبنقدر إنه نزرعها ونستمتع فيها، ويمكن في ناس ما بحبوها بتشائموا من الصباريات، أنا ما بحب التطير يعني أتشائم أنبسط، بس بحس إنه لا، الصبار نبتة بتبين لنا إنه بالضبط، بتبين لنا إنه في إشي صار معها خلاها توصل، يعني تعرضت لظروف جوية اللي هي حورت أوراقها لأشواك. صحيح. يعني كذلك مخازن مياه بالضبط، فهي اصلا من الداخل، فعشان هيك نصيحه لما يكون عندنا صباريات لا نسقيها، يعني السقي خليه متباعد كثير. في نصيحه كمان للاهتمام بالنباتات الداخليه، ما نخليها عرضه للتيارات الهوائيه تبعت المكيفات، نحاول قدر الامكان تكون مبتعده. بالشادو لايت احيانا تحتاج النباتات اللي هي خلال الزجاج، أو إنه الأطوية الارتيفيشل. بعدين إحنا ممكن إنه لما بدنا نسقي النبات شخص واحد في البيت يعني يسقيه، يعني مو كل حدا بيزيد عندك علبة مي فإحنا حنروح نسقيها، مو كل واحد فينا بالبيت بحس في نوع من الاهتمام ناحيتها، لأنه بالآخر هي حتتعب يعني وتموت. صحيح. حتسيب تعفن في الجذور. تعفن في الجذور صحيح. وحنخسرها. وعشان نعرف الوقت المناسب لسقاية هاي النبتة، احنا بكل بساطة ممكن نعمل فحص للتربة اللي هو سهل، ناخد جزء من التربة بس من يعني من عمق تقريبا 1 سنتي بالبوتس نفسه، وبنمسكها اذا سوت على ايدنا لون الكرة هاي معناته ما بتحتاج رطبة، اذا صار شلون قصدك كتربة؟ كتربة نعم، إذا ما صار في لون يعني ما عكست لون على إيدنا جافة فهي جافة، أو بنعمل منها كرة وبنرميها، فإذا هاي الكرة بقيت متماسكة معناته هي بتحتوي على كميات كتير يعني من المي بتخلتها متماسكة،
أما إذا الكرة تفتت كان هي المحور الأخير قبل الانتقال. نعم المحور الأخير عندنا اللي هو النباتات الخارجية. الخارجية طبعا بغرض زي ما تفضلت الزينة، يعني إنه مثلا ما نفترض أنها مزهرة ولا شيء، بس أنها كشكل جمالي وطبيعي في نفس الوقت. النباتات الزينة الخارجية بتنقسم لثلاث أقسام، شجر وشجيرات وقد تكون ها وشربس أو عشاب خلينا نحكيها، قد تكون تستخدم لل يعني للإزهار، قد تكون مزهرة وقد تكون غير مزهرة فقط إنه خضارها، وقد تكون مثمرة. عندنا مثل هاي الأشياء اللي أو الأشجار، شجر الكرز يستخدم بعدة مواسم لإله. في الأول حيكون في الشتاء مثلا عبارة عن أغصان، بس اللايف تايم حقه كمان بالضبط. هلا بالربيع لما تكون قاعد وعندك غرف يعني غرفتك مطلة على شجرة الكرز حتكون مزهرة بأزهار الكرز اللي هي بيضة وبالنص أحمر، فكتير حلو. بعدين شوي شوي حيبدأ يكسوها الخضار، بعدين هاي الزهور تتحول إلى ثمار في الصيف وانت حتستفيد. صحيح. بعدين حترجع في الخريف تاخد اللون الأحمر واللون الأصفر. فأنت لما بتزرع هيك أشياء أو هيك أشجار متغيرة حتعطيك طابع كل مرة، في كل فصل حيكون عندك طابع مختلف عن الطابع اللي قبله وألوان مختلفة. وقد تزرع الأشجار لألوانها. عندنا الجهنمية هي شجرة ممكن اللي منتشرة في السعودية. صحيح. اللون البنفسجي، لكن عندنا في الأردن لون أبيض وعندنا لون برتقالي ولون أحمر. الجهنمية بنفسجي فيها أجملها. الجهنمية فيها جانب سمية شيء؟ لا لا، في كان الجهنمية ما فيها نوع من السمية أبدا وعادي تزرع. هلأ كمان شجر مثمر وكمان يستخدم في الزينة النخيل. أغلب الفلل العظيمة أو بنشوفها بيت كثير قصر جميل، على باب البيت بيكون في عنا نوعين أو نخلتين. حتى مشتهرة جدا حتى أنها بتحس أنها هي بتعطيك الفاينل فيو تبع البيت، يعني كيف أنه أنت بتكون شايف شوي يعني زي نوع الفانل. يعني أي حدا بيعرف الفانل بيكون في آخره يعني صغير بعدين هو بيكون بيكبر. صحيح. فأنت لما بتطلع هيك بتكبر، بس الأشجار اللي مزروعة النخيل وهي طويلة بتعطيك شكل الفانل فيو. صحيح. يعني زي ممر وكله فيه أشياء يعني أشجار على الجانبين. اللبلاب والخزامة هدول كمان من الأشجار اللي بتنزرع خارجيا. وفي عنا زي ما حكينا البزروميا قبل ما يجوا الشباب. البزروميا احنا بنستخدمها في الأسيجة، قد تستخدم كأسوار للبيوت. وفي في الياسمين، والياسمين منوع، هندي قصدك هذا؟ في ياسمين هندي، في ياسمين عراقي، في ياسمين شامي. قد يكون في انواع من الياسمين ما لها ريحه زي الياسمين الهندي اللي هو اللي بيكون وردته زرقاء، يعني ما له ريحه، هو فقط للمنظر الجمالي. في الياسمين الشامي اللي هو زهرته بيضة. بيضة. هذا منتشر يعني. بالضبط. ريحته جميله جدا وهيك وشكله جميل. وقد يستخدم يعني باللاندسكيب ديزاين لما بنستخدمه، بنستخدمه عشان السكرين، يعني هو ايش بيعمل لك زي نوع من السكيورتي على البيت. غالبا عندنا احنا لانه اسوار يعني بالسعوديه يمكن الاسوار تبعت البيوت ارتفاعها 3 متر، لا احنا بالاردن مسموح في قوده البناء انه يكون سور يعني سور متر ونص. فغالبا احنا بنحب نكمل في نبته او في زرعه. فغالبا بتكون انواع الياسمين لان هي بتعمل لنا تشابك، بتسكر تعمل لك. غالبا كمان الاشياء بتستخدم برا السرو العمودي والسرو الايطالي. كمان تستخدم للسكرين لوك في الباك يارد غالبا، يعني بالساحه الخلفيه. للمنزل او في الحديقه الخلفيه. لان الحديقه الخلفيه بتكون تحتوي غالبا على حمام السباحة وعلى الباربيكيو وعلى منطقة لعب الأطفال، فهاي لازم تكون سكرين لوك يعني مسكرة على الآخر. فلو ما كان عندنا سور عالي احنا ممكن نستخدم
السرو العمودي أو السرو الإيطالي عشان يسكر لنا هاي، لأنه بطلع يكون هو أصلاً عنده هو بوصل طوله لعشر أمتار، فعشان هيك وبالنهاية بعطينا منظر جمالي أحلى من السور. إيه أفضل من السور كذلك يعني كجمال أفضل من البونسانيا والجاكراندا. الجاكراندا في موجودة أغلبها في الجنوب لأنها رطبة تحتاج رطوبة عشان تطلع لنا هاي الفلاور اللي لونها بنفسجي ومنظرها جمالي جدا يعني. يعني في عندنا بالأردن نستخدم كمان الأمبريلا تري، هي موجودة بكثير بشوارع الرياض، تعمل لنا زي ظل يعني. كيف استهلاكها للماء؟ لا استهلاكها غالبا هدول الشجر يعني استهلاك تبعهم مش عالي. أهم إشي إنها بتتحمل الظروف الجوية الصعبة اللي إحنا فيها في الوطن العربي ككل يعني. احنا بصراحة يعني الظروف الجوية في الوطن العربي صعبة جدا، وظروف التربة صعبة. التربة عندنا قلوية يعني النباتات يا دوب تقدر تاخد النيوترينتس من التربة، فهي عم تتحمل صقيع، عم تتحمل جفاف، عم تتحمل ملوحة التربة، عم تتحمل كل هاي الأشياء. فهاي نباتات يعني كويسة للظروف الجوية والظروف تبعتنا. نهاية كيف نعتني بأي نبتة؟ لازم نقدم لها التقليم، الري بانتظام حسب احتياجاتها، والتسميد. وفي عنا أشياء تانية بتصيب النباتات، خلينا نحكي على الجانب الآخر اللي هي البست أو الحشرات وفي أمراض. صحيح. فلازم نكون عارفين هاي الأشياء. في عنا سمادات وفي عنا في النهاية ليش إحنا عم نستخدم أو ليش إحنا بنحب نستخدم يعني في كونكلود هيك سريع، نباتات الزينة ليش بنحب تكون؟ لأنه هي بتنظم لنا المناخ، وكتير في عنا هلأ جلوبال بالجلوبال كلايمت تشينج عم بتغير، فغالبا هذا الاشي مش كتير كويس في النباتات اللي نحتاجها علشان تحسن لنا النبات. تنظيم مستويات الرطوبة، قد صار في مرة شفت في برنامج لأحمد شقيري اسأل سين، درجة الحرارة تحت الشجرة في السعودية كانت 27، بينما في نفس المكان يعني بس ما في شجرة فكانت درجة الحرارة تقارب 35%. صحيح. فهي عم بتنقص لنا درجات الحرارة من 5 إلى 10 درجات مئوية طبعاً. هذا إشي كثير حلو، بالإضافة للرطوبة اللي بتعطيك إياها بتخلي الجو ألطف. وآخر إشي بتمنع انجراف التربة. صحيح. ومع اللي إحنا عم بنشوف فيه إنه في انجرافات للتربة وتصحر. صحيح. بمعظم الدول العربية مننصح ببناء يعني دائما أو في زراعة دائما اللي هو الخط الأخضر أو الحزام الأخضر، غالبا خلي دائما في زرع في بيتك. صحيح. دائما اعتني في أي نبتة بتشوفها. جميل. وخلي دائما في حياتك مزهرة. بالضبط. فكرا على السؤال يعني اللي أنت سألته بخصوص بعض النباتات اللي ما عم تنجح في السعودية أو في منطقة نجد خلينا نحكي أو الرياض، لأنه درجات الحرارة اللي عم تأخذها النبتة غير كافية. قبل أن قليل حكينا أنه موضوع في نوع من أنواع النباتات تحتاج إلى درجات حرارة برودة معينة بتكون في دورمنتس، يعني اللي هو الدورمنسي أو فترة السبات. فهي عشان تكسر هذا السبات بتكون محتاجة لدرجة حرارة منخفضة. غالب درجات الحرارة اللي موجودة في الرياض هي بس بشهرين، وهي 60 يوم غير كافية علشان بعض النباتات تنمو وتزهر، زي الزيتون، زي يعني اللايف سايكل تبعتها ما بتاخذ دورها. تمام. هاي واحدة من الأشياء بالنسبة للنباتات اللي أصلا قد تكون يمكن هي أصلا نخل زينة. يعني في عنا نخل اللي أصلا هو للزينة زي واشنطنيا، هو نخل فقط لغايات الزينة. وحتى مثلا في نخل بهو اللي مثل نخل الشواطئ هذا بالضبط، هذا زي نخل الكوكونوتس يعني. أيوة. ما هو ما بيكون نخل النبات يعني، هو فقط لغايات، واصلا عم بنجح هناك لانه مثلا موطنه الاصلي كان فيه رطوبه عاليه. صحيح. غالبا النباتات تعيش حسب الموطن الاصلي لها. احنا بنجتهد انه نجيب نباتات نجربها إنه هل هي ناجحة في بلادنا العربية أو لا. بالنسبة للحمضيات، الحمضيات بتحتاج أوقات برودة عالية علشان تزهر. صحيح.
فهذا اللي بيصير انه هون ما في إذا غالبا انه انك تمشي باللايف سايكل تبعت النبته هي محتاجه لاوقات معينه من السنه انها تكون في بدورمنت. حتى لو انت شايفها مثلا ممكن تيجي تقول لي الدورمنت ممكن تشوفه وتلاحظه فعليا على شجر على عائله الورديات او احنا بنسميها اللوزيات اللوز سنو الخوخ الدراج او الفروت ستون لانه انت بتشوفها اسقطت اوراقها. اما مثلا الحمضيات هي دائمه الخضره لا تسقط الاوراق يعني فانت محتاج انه تشوف الدورمنت. بس هو الدورمنت عم بيصير يعني بيصير في فتره سكون. واحده من الاشياء بسبب تغير الكلايمت تشينج بالاردن صارت السنه الماضيه احنا وصلت يعني درجه الحراره 25 في شهر واحد وشهر اثنين. وهذا هو اصلا النبات اللي هم الفروت ستون هدول بلشت تزهر في قبل اوانها لدرجه انه النبات صار عنده كونفليكت. طب انا هلا اجى فصل الربيع يعني ولا انا في الدورمنت استعجلت علي بالضبط. وصارت العصاره داخل النباتات وهذا الاشي بيسبب عنا دوربشن بعدين بنزل الزهور ما بتكمل بصير اسقاط للاجهاض للزهره وما بتكمل دوره حياتها لتصير عنا ثمره. فبيكون في عنا غالبا مثلا بهداك الفتره ما كان في عنا فروت ستون زي المشمش والدراق والخوخ مو علشان كذا يمكن علشان يتجاوزون هذه التحديات ممكن احيانا يخلونا في الجرين هاوسز وزي كذا علشان نزرع اشجار في جرين هاوسز يعني لانه الاشجار الكانوبي تبعها عالي الا لقدام يعني ان شاء الله يعني يعني نحاول ننتج اشجار مقزمه بنفس الوقت انتاجها تجاري. يعني غالبا ممكن نزرع في جرين هاوسز الاشياء اللي زي الخضار اللي يعني فعلا عليها اعتماديه ممكن صحيح. اما اللي فيها كانوبي عالي شجره يعني بتحتوي على خشب وبعدين كانوبي من الشوتس عالي ما بتقدر طيب تمام هلا شكرا جزيلا. في عندنا يعني عده طرق للري تمام بس اول قبل ما تعترف يعني تشوف كيف الري بدنا نشوف ايش سبب النباتات انها عم بتموت. ممكن قد تكون انه نفس البوت صغير يعني نفس الكونتينر حقها بالضبط. هلا لو انت رفعت النبته حتصير تشوف انه الجذور صارت تلف على ده على بعض فهذا بتسبب اختناق في الجذره يعني بصير الجذر يبطل يقدر ياخذ. فانت الشغله الثانيه طريقه الري هل انت بتروي كل يوم ولا بالاسبوع مره ولا بكل اسبوعين؟ بالاسبوع مره تمام. هلا في الصيف اوكي يعني كل 3 ايام. بالشتاء ما بتحتاج يعني ما بتحتاج ان نعمل السقايه كل اسبوع. ممكن نرجع نعمل التست تبع السقايه ونتاكد انه هل في رطوبه او لا وما نهتم بالسطح. اللي احنا نهتم في داخل التربه يعني نجيب معلقه صغيره ناخذ من التربه اللي جوا او ندخل اصبعنا او عشان مثلا مستوى رطوبه او مثلا عود اسنان او عود خشبي اي عود شوي ممكن ندخله لمستوى اسفل جوا الحوض ونشوف ممكن يعطينا اصلا هو انديكيشن اذا كان في جفاف جوا ما حيعمل لون يعني غالبا لون التربه ما حيطلع على الخشب تمام. هاي في هيك هاي الطرق انه نتاكد انه نحن بالاضافه انه ممكن قد تكون ماتت هاي النباتات لانه في افه سواء افه يعني من شده الرطوبه ممكن يصير عندنا امراض فطريه او امراض بكتيريه وقد يصبح عندنا حشرات. في حشرات بتحب الرطوبه باي ذا واي غالبا على بتشوفها على الجزء الاسفل من الورقه. فانت لازم تتعامل مع النبته بطريقه انه تتاكد ايش مالها وهل في اعراض على الظاهره يعني هل هي بلشت لما بلشت تموت ماتت كلها فجاه ولا في اشياء ايوه بتضعف. فانت لازم تتاكد شو الاشياء. هل في ضعف بالعناصر في النيوتريينت؟ هل احنا اليوم جبناها من المشتل وحطيناها وضلت على نفس التربه اللي فيها؟ غالبا التربه اللي في المشاتل بتكون من البيت موس والبيت موس يعني المادة اللي فيه او المادة الغذائية اللي فيه بتخلص في يعني في فترة معينة بعدين ببطل فيها نيوتريينت. فغالبا بنحب ايش التصرف الاسلم نجيب لها احنا لما نجيب النبتة اصلا وبأول فترة بنخليها في نفس البوت
مثلا بكرة كبرت، حسناها كبرت، فغالبا انه بعد شهر شهرين او 3 شهور 4 بتحتاج انه نغير نفس الكونتينر، فاحنا بنغير الميديا اللي احنا زارعين فيها. فاحنا ممكن نعمل ميكس من الميديا، يعني ما نخليها تربة طينية تمسك الرطوبة وتسبب أعفان، ما نخليها تربة ساند أو رملية وما تعطينا يعني ما تمسك المي وتموت من الجفاف، فما نكون جايبين إشي يعني عارفين إنه مش المصدر ما فيه أي نوع من الآفات أو سواء آفات أمراض أو آفات حشرات. صح. لأنه في أمراض، الأمراض الفطرية غالبا بتحط بنسميها الأجسام الحجرية لإلها بتحطها داخل التربة، فإحنا اليوم ممكن نروح نجيب تربة من أي مكان، يعني بنينا طلع معنا تراب، فجيراننا عم بيبنوا طلع معهم تراب فأخذنا من عندهم شوية رحنا زرعنا فيها، قد يكون في فعلا قد يكون في لا حسب كمان، أنا ما بقدر أحكي لك براند يعني إيش تشتري أو ما تشتري، لأنه في أكتر من براند، في أكتر مثلا في إشي جاي من ألمانيا جيرماني، هذا بيكون نوعية الدبال اللي فيه أو المادة العضوية اللي موجودة في البيتموس عالية، بس أنت اليوم لما بدك تسوي ميديا لزراعة الأشياء الداخلية بدك إياها تكون تحتوي على بيتموس بنفس الوقت تحتوي على تربة طينية وتربة رملية وبيرلايت عشان تسوي هذا فول تايم جوب والله. بالضبط، يعني الواحد يعني لما بده ينتبه على هاي النباتات او انه ضله كل فتره يغير البيت موس، لانه اصلا مع الوقت حتصير تشوف انه لون البيت موس تغير بطل اسود داكن، وهو زي ما تفضلتي كذلك ومستوى نزل بال ومع التجارب وزي كذا زي ما تفضلتي تبدا يصير عندك مع ترايل اندر تعرف وين الاشكاليه. بالزبط. عندك هل هو زي ما تفضلتي إن مثلاً في إشكالية في نفس التربة وتجددها استطراد؟ في تجربتي مع كانت ناجحة لما كان فيه درجة حرارة متزنة طول السنة وكذلك تواجد اللي هو الإضاءة، لكن لما في البيت أخذنا اللي هو شو اسمه بامبو، ما يعني جلس فترة كان في الشتاء ماشي الأمور زي اللوز، في الصيف فجأة بدل الذبول على نفس الساق وشو اسمه صار في تعفن وراح. هل بيتم تغيير المي؟ المي ما اتوقع ان الاشكاليه المي ممكن تتغير، لكن التحدي الظاهر انه في درجه حراره الغرفه. التحدي مش بدرجه حراره الغرفه، يعني لانه البامبو بيتحمل درجات حراره عاليه ودرجات حراره منخفضه، التحدي في نوعيه المي. احنا اليوم لما بنسقي نفس التربه عم نسقيها من مية الحنفيه، واحنا في عندنا فيها اي سي عالي والكلور عالي، يعني الالكتريكال كونتاكتيفيتي او بسموها الموصليه، هاي بتعبر عنا عن الملوحه بالنباتات او في التربه، فالمي عاليه الملوحه، اضافه الى المي انها اصلا البي اتش تبعها غير متوازن، يعني تقريبا اراوند 7.5. احنا اليوم دائما عشان تابتيك للنبات انت ممكن تسقي بمي، ما بدي احكي لك يعني فلتره، بس نستنى شوي يعني قبل ما نحطها على النبات نخليها في سطح لحد ما يتبخر الكلور اللي فيها على الأقل. ثانياً إن أنت كشخص في بيتك ما بتحتاج إنك تجيب أنواع أسمدة كثير، أنت بتحتاج نوع من السماد المتوازن اللي هو بيحتوي على نسب متوازنة من العناصر الغذائية الكبرى اللي هي النيتروجين فوسفور والبوتاسيوم NPK مثلاً، قد يكون عشرينات، مشهور أكتر شيء 20-20-20، وتحتاج الى اسم يعني استماد اللي هو تبع المايكرو نيوتريينتس اللي اصلا بيكون عندنا فيه مشكله دائما هو سماد الحديد او عنصر الحديد، فاحنا ممكن نستخدمه يعني صدقا، يعني انا مش يعني هو بنباع في الكيلو تمام، يعني غالبا هاي عبوه كيلو، فممكن انت تجيبها عندك على البيت وتستخدمها، هو قد يستخدم بصراحه رشا على الاوراق او سقاية يعني. فكمان انت في عندك اشياء تانية عشان يعني رعاية النبتة، قد يكون انت جايب نبتة تحب الرطوبة، فانت مش محتار انك تسقيها يعني السقي بالماء لانه قد تتعفن، فانت ممكن انك تعمل زي هيك بوتل فيه رشاش سبرينج وتحط
كل شوي مثلا كل يوم تعمل سبراينج على الورق. صح. بالإضافة إنه كمان إن النيوتريينتس ممكن إنها يعني الأسمدة ممكن إنه تأخذها عن طريق الورق، فعادي ممكن إنك تسوي هذا الموضوع. تسميد مرة في الشهر، سماد عشرينات كيف بدك تأخذه، معلقة تي سبون صغيرة على 1 لتر مي. أنت بتقدر هيك تسقي كل نباتاتك لأنك يعني تحاول هذا بس من السماد عم نحكي. بعدين ممكن تسقي بكرة بعدي السماد. طبعا علشان كمان تتأكد من نوعية البوتس، أنت بدك تتأكد إنه البوتس من تحت فيه تصريف للمي. إيه صحيح، لأنه علشان ما يتعفن. لازم عشان ما يصير في عنا تعفن. طيب شكرا. أولا المنظر الجمالي. صحيح. تمام. ثانيا إنه هي ممكن تحسن الرطوبة تبع والمناخ اللي حوالينا في المكان اللي إحنا قاعدين فيه. ثالثا الراحة النفسية اللي صحيح. ممكن تقدم لنا إياه إنه إحنا نشوف نبات أخضر. هدول أشياء حلوة يعني ممكن إنه تخلينا اليوم نزرع. جميل جدا. بس تربية النبات يعني يعني خصوصا الداخلية يعني كتير سهلة، ما حتغلبك، خصوصا لما تبلشي بأشياء بسيطة. بعدين شوي شوي ممكن تبلشي مثلا تكبري أنواع نباتاتك إذا كان عندك مساحة كتير كبيرة. الواحد يبدأ يتعلم يعني إنه يشوف ليش اصفرار الورق، ليش يبدأ يبحث حبة حبة، ليش يعني كذا يبدأ يعني ينمو معك المعرفة أنت وأنت يعني عم تبحث يعني فكرة. هلأ مثلا في مثلا اصفرار الأوراق، في أنواع يعني في نوع مثلا اصفرار الأوراق بين العروق، في اصفرار حواف الأوراق على شكل V shape أو هيك حسب أنواع الاصفرار. هلأ ممكن هذا الاصفرار ما بين العروق يكون دليل على نقص في عناصر البوتاسيوم أو الحديد، عفوا الفوسفور أو الحديد. طب أنا اليوم لما اليوم عندي نقص كيف بدي أعرف؟ طب عندي بالنبتة وين صاير الاصفرار؟ بيكون الاصفرار صاير غالبا إذا الاصفرار عم بيكون في الأوراق الحديثة فهذا دليل كبير على أنه النقص في عناصر الصغرى اللي هي المايكرو إليمنتس. ليش؟ لأنها إموبايل ما بتتحرك جوا النبتة، بس العناصر الكبرى زي الـ MPK إذا صار في نوع من النقص يعني الأعراض النقص بتظهر على الأوراق القديمة أو الأوراق الأكبر. تمام. أو العلوية. ليش؟ لأنه هاي الأوراق هذا الـ NPK بنتقل من الأوراق الكبيرة للأوراق الصغيرة. ليش؟ لأنه كيف الأم بتحافظ على أولادها؟ نفس الفكرة، النبات بحاول يحافظ على نفسه، فبيحكي لك خلص أنا أخذت عمري فما في إذي داعي إني أضل، بس هذه الورقة الجديدة بحاجة بحاجة مثلا نيتروجين فسفور فبتنقل لها إياهم صحيح خلال عن اللحاءات والهيك. اي بس هو يعني يمكن هذه تفاصيل يمكن عشان ما تخافين من التفاصيل يعني هذه بس انه مثلا تعرفيها يعني عشان تعرفي وين ايش النقص. يعني خطينا في الرحله هذه وما شاء الله عليك يعني بحر معرفه. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يسعدكم، شكرا جزيلا على الاستضافه الجميله. بتمنى يعني من كل حدا انه يزرع لو شجره و لو أي شيء، حتى يعني لا تلقي بالا إنه مثلا ما رح تطلع ما رح في كل لو كل يوم مثلا في السنة مرة يعني إنه عيد ميلادك عيد الشجرة. على فكرة في عيد للشجرة ب 15 جانوري، تزرع شجرة قد تكون سبب يعني من أسباب إنك تحافظ على هذا الكوكب. صحيح. لأنه كوكبنا عم بمرق في مرحلة كتير صعبة. صحيح. بتغير عماله علينا المناخ، عم يعني احنا اليوم عم بنعيش يعني امطار الحمد لله، بس هاي الامطار مش موسمها، يعني هاي الامطار كان المفروض تكون شهر ديسمبر وشهر جانوري مش في نهايات فبراير. طبعا تغير يعني هلا في عندنا كلايمت تشينج، هذا موضوع قوي وكبير يعني، بس هي النباتات بتحاول على تثبيت الكربون. ليش؟ لأنه هي بتستخدم الكربون في عملية البناء الضوئي. صحيح. اللي خاصة فيها. صحيح. فبدل ما الكربون المنبعث من المصانع، للأسف إنه إحنا مصانع يعني الصناعات عم بتخلينا إنه نكون سيئين مع هذا الكوكب، فكمية الكربون المنبعث من المصانع ومن السيارات وهيك بتحاول النباتات قدر الإمكان إنها تنقي الجو، فازرعوا. صح. وإن شاء الله نوصل لمرحلة أن نأكل مما نزرع إن شاء الله بإذن الله. الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا، ما قصرتي.